بنصبح على حضراتكم مره تانية. دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقايه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبوره مائيه صباحيه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، خصوصا يمكن حضرتك امبارح قلتي ان احنا مستمرين في الاجواء المعتدله خلال الاسبوع ده كله. هو طبعا الحمد لله في استقرار تام في الاحوال الجويه في اغلب محافظات الجمهوريه. احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه اللي معظمها قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. كمان اليوم في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وخاصه في محافظات السواحل الشماليه للبلاد. درجات الحراره خلال فتره النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، او حتى لو هتكون اعلى من المعدل بارقام بسيطه من درجه لدرجتين. العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 29 الى 30 درجه. فبالتالي احساسي بالطقس خلال فتره النهار هو طقس حار، خاصه مع وجود اشعه الشمس. طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد. اقل حراره معتدل تماما في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. شديد الحراره في جنوب الصعيد، ده بيكون في فتره النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره اللي بيكون فيها شده للاشعه الشمسي. خلال فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره. صحيح. تدريجيا مع ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر بنحس اكثر بالبروده، في بروده موجوده في الجو، وخاصه كمان المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراء بشكل كبير اجواءها بتكون اجواء مائله للبروده. خاصة كمان ان اليوم متوقع معانا ان يكون في نشاط للرياح في اغلب محافظات الجمهورية. هي سرعات رياح تتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، غير مثيرة لاي رمال واتربة، وهنحس بيها اكثر بعد فترة المساء، يعني مع فترة المغرب وفترة الليل هنحس بوجود. علشان كده حضرتك دايما بتحذري ان في اختلافات في درجات الحرارة ما بين الصبح وبالليل، فلازم يكون معانا جاكيت خفيف كده بالليل وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر عشان ما يكونش الجو برد علينا. هو طبعا بالفعل، لان احنا نشاط الرياح بيساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره اكثر، وده بيحسسنا بالبروده بشكل كبير. فعشان كده احنا بناكد لو احنا ارتدينا الملابس الصيفيه فتره النهار، نيجي على فترات الليل واحنا خارجين او فتره الصباح الباكر حتى تكون الملابس الخريفيه مش الملابس الصيفيه. وكمان طبعا الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره كانت معانا موجوده اليوم على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا بتؤدي لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، بتختفي بشكل سريع، يعني تقريبا مع الساعه 7-8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. اليوم ايضا متوقع ان يكون في استمرار لفرص الامطار، لكن هي هتنحصر فقط في مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، ومناطق من جنوب سيناء، وهي امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه واللي ممكن تكون رعديه احيانا في بعض الاماكن، وهتستمر معانا فرص الامطار لبكره كمان، يعني احنا بكره الثلاثاء. خليني اتكلم مع حضرتك عن الامطار، لان بعض الصفحات على السوشيال ميديا بتروج ان هيكون الامطار شديده جدا وغزيره ورعديه بصوره قويه، هل ده حقيقه فعلا؟ لا، هي مش بصوره قويه، هي الامطار مستمره معانا الايام الماضيه، الايام الماضيه ما كانتش صورتها قويه، هي امطار ما بين خفيفه الى متوسطه، ممكن تكون رعديه احيانا، طبعا ممكن تكون رعديه. الطبيعه الجبليه والجغرافيه في بعض الاماكن من وسط سيناء او بعض الاماكن من جنوب سيناء والمناطق الموجوده في الجنوب ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول الخفيفه، لكن الامطار مش غزيره، ويعني احنا شفنا امطار قبل كده اكثر من الكميات دي. انا بسال حضرتك علشان دايما احنا بنكون المصداقيه، يعني بنقول الحقيقه بالظبط حضرتك بتقولها لنا دايما علشان ما نسيبش صفحات السوشيال ميديا بتروج لبعض الامور اللي بتكون خاطئه احيانا.
لا هو طبعا لان احنا بنشوف صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه بتروج اشاعات كثيره جدا، واحنا دايما بنكون نتابع الهيئه العامه للارصاد الجويه، واحنا لينا صفحه على الفيسبوك وموثقه كمان بالعلامه الزرقاء اسمها الهيئه العامه للارصاد الجويه، فلازم نتابع الصفحات الموثوقه والمصادر الرسميه. ننوه بس ان احنا الاحوال الجويه كمان مستمره معانا في الاستقرار على مدار الاسبوع كله، يعني ما فيش اي عواصف ما فيش اي تقلبات جويه، لان برضو الناس عماله بتقول هيبقى في عواصف ترابيه وتقلبات جويه. الاحوال الجويه مستقره على مدار الاسبوع وحتى نهايه الاسبوع ان شاء الله، قيم درجات الحراره ما فيهاش اي ارتفاعات ملحوظه، حتى زي ما قلنا في الاول فرص الامطار اللي موجوده معانا مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ممكن تبقى امطار خير ان شاء الله في المناطق اللي بتعتمد دايما عمليه الزراعه فيها على سقوط الامطار زي مناطق من جنوب سيناء او المناطق اللي موجوده في جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منانه غالي مدير المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 30 الصغرى 17، العاصمة الإدارية 30 17، إسكندرية 23 18، العالمين الجديدة 23 17، مطروح 22 14، دمياط 24 17، بورسعيد 24 18، الإسماعيلية 31 18، السويس 31 17، العريش 24 17، كاترين 26 12، طابة 30 19، حلايب 20 23، شلاتين 34 24، شرم الشيخ 35 24، الغردقة 32 23، الفيوم 31 17، بني سويف 31 16، الوادي الجديد 35 20، أسيوط 33 15، سوهاج 34 18، قنا 36 21، الأقصر 36 22، وأخيرا أسوان 37 22. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده وعلى مدار الأسبوع، زي ما قلنا إن في استقرار شديد جدا في الأحوال الجوية، والجو هيكون معتدل نهارا مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا.